هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بفيديو جديد من ماينكرافت. والآن شباب لدينا 6 نصائح أو 5 لماينكرافت الجوال. دقيقة، المهم يا شباب عدنا لكم، والآن نبدأ بأول نصيحة. لحظة من هاي المهم هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بفيديو جديد من ماينكرافت. المهم لا تنسونا بلايك شير سبسكرايب كومنت وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. مش كيف تطلع اي يا شباب، راح اوريكم اسرع اداة في ماينكرافت. نبدأ بالايرون. جيد نوعا ما، مو ذاك الزود جيد. حبس طريقه بالحجري جيد. حد الآن هذا الأول، شوف بالنسبة لي هذا الأول، هذا الزاول، هذا الثالث. شوف هذا لا غير شباب الجول أسرع. شوفوا الدايموند بالكوت. لا يا شباب المهم يا شباب، اسرع اداة تكسروا بها الايرون هي بيكاكس الدايموند. عندها بدي تكسير دايموند. المهم حجر ما يعطيكم والو، وطيل بزاف. ايرون ما يعطيكم مليح. الجولد ما تاكل دايموند. شو نعم يا شباب، دايم بيكاس دايموند يحتل مرتبتين من المرتبات الاولى. لابس دا مليح دايموند. حجري يعطي لك لابس، لكن شو ثقيل مره. بالجيد شو الجولد؟ قلت وما عطاني والو. شوف حتى لحد الآن الدايموند 3 مراكز الأولى. جيد ستون ما راح يعطينا شيء، وراح ثقيل جدا. ايرون سريع ما عطانا والو. ونكسر 3، نجيب هذا وهذا. شباب شوف نحب بس نجيبو هاي حوطة. شوف الايرون كيكسر، وشوفوا دايموند كيكسر. لا شباب دايموند، شباب دايموند اسرع. شباب ننتقل الى الفخ الثاني. ننتقل الى نصيحة ثانية. هنا جولدن كارت. نزرع نصيحتنا، شوف إذا أردت أن تجعلوا الأرض مثلا هذا الجراس من الجراس العادي إلى سنو، فقط افعلوا هكذا راح يتحول واحد. شوف راح يتحول واحدة. شوف راح نكسر البلوكة التحتانية. نشوف شباب وصلنا، يطول بزاف ويهود بلوكة اليهود. توني كسرو التسالين. شباب وصلنا تنجم ترد على بلوكة. دابا نصيحة المؤدركم، هناخد ستاك فقط. أسرع طريقة تموت فيها الشجرة بالبون ميل. شوف كي تقبل من المجد جديد وكلها.
شباب زمان مثلا هاي الشجرة هذه مرت هاي خلصت قبلت مش سي بارتي ملوة انت شوفوا 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 تعلموا 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 يا شباب اذا ما طلعت الشجرة كتير عرفوا ان ما راح تنجب يا شباب اذا خلص البون ميل حقهم كما انا تحكتي خلص هذه الشجرة قاعدة تفضل ما ماش نجد كبلغش فوقها صوالح زمان النصيحة الخامسة يا شباب البيدروك هو البلوك الوحيد اللي ما تقدروا تكسروها في ماينكرافت شباب ما حسيت بالمتجد زعما هذا اللي خربته منظر ما عادش يطير يا شباب انا بحاول اكسر شوفوا يطلع لكم الدفتات ما تكسرش البيدروك زعما نصيحة أخرى يا شباب إذا كان حظكم جيد وطلع لكم في البيضة أربع ما طلعت لي حبة ما طلعت لي أربع دجاجات فهمتم أول دجاجة اثنين دجاجة ثلاثة نفس كومبلي في بيضة واحدة المهم الى اللقاء يا شباب في فيديو قادم لا تنسوا بلايك وشير وسبسكرايب وكم تفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد المهم يا شباب لا تنسوا بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد المهم يا شباب لا تنسوا بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد ليخ لم تزبطوا معنا انا لا تنسونا بلايك شير سبسكرايب كومنت تفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد الى اللقاء يا شباب في فيديو قادم تنسونا بلايك شير سبسكرايب كومنت تفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد الى اللقاء